قال الله تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ نحن نعيش على هذه الأرض وإن فوقها سبع سماوات منفصلات متباعدات، وفوق السماء السابعة الجنة، ولها أرضها المستقلة وسقفها العرش الكريم، ونحن نرى السماء الأولى ولا يمكن لأحد من البشر الوصول إليها بطريق العادة، وإن الشمس والقمر والنجوم موضعها الفضاء، وهو الفراغ بين الأرض والسماء الأولى. والسماوات السبع أجسام كثيفة صلبة، قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وقد جعل الله السماوات مسكنا للملائكة وهي مشحونة بهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم أهل السماء، رواه أحمد في مسنده. وأهل السماء هم الملائكة، وبهذا تفسر رواية الترمذي: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كذلك يحمل قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فقد قال القرطبي في تفسيره: قيل هي إشارة إلى الملائكة، وقيل إلى جبريل، وهو الملك الموكل بالعذاب، أي الذي ينزل بالعذاب على بعض الأمم في الدنيا. ولا يجوز تفسير هذه النصوص بأن الله ساكن السماء، فإن هذا مناقض لعقيدة الإسلام، فالله هو الذي خلق السماوات وكل الأماكن، وكان قبل لها فلا يحتاج إليها. وقد أقسم الله بالسماء في القرآن الكريم في قوله: والسماء والطارق، وهذا إنما يدل على أن للسماوات شأنا عظيما فلا يجوز سبها بأي حال. فالسماوات محل كرامة الله ومقر ملائكته، ولا يجري فيها حكم أحد سواه، وقد رفع إليها نبي الله عيسى عليه السلام حين نجاه الله من كيد اليهود الذين أرادوا قتله، وهو الآن في السماء الثانية يعبد الله مع الملائكة، وسوف يأتي يوم ينزل فيه إلى الأرض ويكون نزوله من علامات يوم القيامة. ونرفع أيدينا عند الدعاء إلى السماء لأنها قبلة الدعاء، إذ منها تتوقع الخير وتستنزل البركات، لقوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون.